العرب والأوروبيون أي خلافات أو اختلافات في سبيل الجلوس للمرة الأولى على طاولة واحدة من خلال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ. بالتأكيد هذه المسألة تتطلب أن نتوقف عندها كثيرا للدفع قدما بآفاق أرحب لعلاقات بين الجانبين، واعتبارات كثيرة تحكم أي عمل عربي أوروبي مشترك في الفترة القادمة، سواء للتكريس لهذه العلاقات بالغة الخصوصية أو لمواجهة الكثير من التحديات المشتركة. معي في هذا اللقاء الأستاذ إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بالتأكيد البيان الختامي والفعاليات اللي تابعناها على مدار يومين في مدينة شرم الشيخ الخاصة بأول قمة عربية أوروبية بتعمل جاهدة لمواجهة كتير من التحديات اللي بالتأكيد الجانب الأمني حاضر بقوة فيها من خلال قضايا كبيرة تم التطرق ليها بالغة الخطورة زي الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيره وغيره. الحقيقة إزاي حضرتك بتشوف أو بقراءة سريعة لهذا البيان، إزاي فعلا بيعبر عن إرادة ربما متوافر أكثر من أي وقت مضى، وأن اللي بيجمعنا هو أكثر مما يفرقنا كما تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هو في تقديري أن البيان يعني بيترجم المشهد عامة اللي حصل في شرم الشيخ على مدار 48 ساعة. فكرة أن احنا قدرنا نترجم جهد 6 سنوات من الصعود وانتشال مصر من الفوضى اللي كانت جارية وصولا لثورة 30/6 وصولا لهذا المشهد. احنا النهاردة المشهد ده بيترجم الجهد اللي حصل في 6 سنين، بيترجم الجهد اللي حصل لان احنا نعود مرة اخرى للساحة الدولية. البيان الختامي بيتفق مع فكرة عقد القمة ذاتها، فكرة ان احنا من السهل جدا ان اي حد يعمل يعني دعوة القمة ويبعت دعوات، ولكن ان يكون عندك التمثيل القوي بهذا الشكل، 50 يعني حكومة ممثلة تمثيل قوي، عندك للمرة الأولى من 2011 رئيس وزراء بريطانيا تريزا مي يكون حاضر، تاني وزيارة لأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية في خلال 3 سنوات، فبالتالي احنا عندك تمثيل قوي للغاية، لأن كان ممكن ببساطة لو الدول دي مش عايزة تشارك بقوة كانت ممكن على مستوى السفراء على مستوى وزراء الخارجية ما إلى ذلك، لكن الوجود التمثيل القوي دوت ده رسالة واضحة من 50 دولة بتمثل 25% من الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أنت قوي ومؤثر ومعترف بيك وإنك ليك دور مركزي مهم في صناعة وصياغة الأمن العالمي دلوقتي. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا زال قادمة من تو من منتدى ميونخ الأمني، ده المنتدى اللي بيصيغ سياسات الأمن العالمي يعني بشكل دائم. فبالتالي احنا بشكل عام القمه التي جرت في شرم الشيخ خلال الساعات الاخيره كانت يعني التركيز اللي حصل في التمثيل تحديدا لمره اخرى اقول انه بيمثل باعتراف كامل وشامل بدور مصر كشريك رئيسي في صناعه المشهد العالمي. ولو نتذكر انه من ازاي ده ممكن يدي زخم للدور المصري، بمعنى لسه حضرتك بتتكلم غير طبعا استضافه مصر من الاساس صحيح لهذه القمه، بالاضافه الى ان في قمة ميونخ للأمن كانت مصر هي الدولة الوحيدة اللي أخذت الكلمة وهي دولة غير أوروبية، رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتجربة مصر سواء في مكافحة الإرهاب أو في التنمية من خلال مشروعات التنموية العملاقة لمصر الماضية قدما من خلالها، إزاي ده ممكن فعلا يطفي هذا الزخم على الدور المصري ويخلي فيه أذن صاغية لكل ما يمكن أن تدلو به مصر خلال فعاليات هذه القمة اللي تم بالفعل؟ يعني هي المعطيات على أرض الواقع هي اللي بتثبت للعالم أجمع أهمية الدور المصري. بمعنى أن إحنا استطعنا أو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أنه يصيغ استراتيجية مهمة جدا اللي هو في استقرارنا نقدر نستثمر فيه. بمعنى إيه؟ أن الاستقرار مصر تم تسويقه لأن هو استقرار للعالم، استقرار لأوروبا تحديدا، لأن هل أوروبا قادرة على أن إذا ما سقطت مصر في دوائر الفوضى أن يتم اجتياحها بموجة جديدة من اللاجئين؟ هل أوروبا قادرة على أن لا تشهد أن تكون مصر بها مشاريع ضخمة وبالتالي يحدث درجة من البطالة تؤدي إلى هجرة جديدة؟ هل مصر إذا كانت ضعيفة وغير قادرة على السيطرة على حدودها، هل أوروبا قادرة على أن تكون حدود مصر مفتوحة خاصة للحدود البحرية
من الدول التي حول مصر، وبالتالي توجه الى اوروبا موجات جديده من الهجره غير الشرعيه. وبالتالي احنا كان عندنا يعني استراتيجيه مهمه جدا، استراتيجيه ان احنا مصر لما بتحاول انها تستقر وبتنجح في ذلك، ليس الامر يخص المواطن المصري فحسب، ولكن احنا دلوقتي بقت اللغه المصالح المشتركه هي اللغه السائده حول العالم، وبالتالي فكره ان مصر مستقره هو هدف استراتيجي وامني مهم للغايه لاوروبا. كلام جميل جدا، اسمح لي اقف مع هذه الجزئيه اللي حضرتك ابتديت تمام. بيها كلامك، دلالات العنوان نفسه اللي انطلقت من خلاله القمه العربيه الاوروبيه، الاستثمار في الاستقرار. ومعايا على الهاتف الدكتوره يمنى الحماقي، استاذ الاقتصاد. مساء الخير دكتوره يمنى. مساء الخير، اهلا بيكي وبضيفك الكريم. بالتاكيد الدلاله مهمه جدا الخاصه يا فندم بالعنوان، لان هي بترسل رساله مفادها ان اي حديث عن استثمار او تنميه مستدامه لن يتاتى بمنأى عن مواجهه الارهاب وتحقيق الامن واستتباب الاستقرار في المنطقتين العربيه والاوروبيه. راي حضرتك؟ صحيح، يعني هي الحقيقة يعني القمة وعنوانها بيعكسها بشكل كبير جدا أهمية التوازن بين الجانبين السياسي والأمني والاقتصادي. كل هذه الجوانب هي جوانب متعددة الأبعاد وكانت محل نقاش في القمة الحقيقة، ودي أهمية هذه القمة إن الحوارات اللي دارت فيها كلها كانت حوارات بتدور حول مواجهة التحديات الموجودة في المنطقة بأبعادها كلها، والإشارة إلى أنه بدون استهداف كل هذه الأبعاد بشكل متكامل، فالمنطقتين سواء كان دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية لن يستطيع أن يحقق النتائج المأمولة في ظل تحديات كبيرة جدا بيمر بيها العالم، يمكن ويعني الحقيقة بتتأثر بيها بشكل أكبر المنطقة، اللي هي موضوع الهجرة غير الشرعية والإرهاب، هي المحورين المهمين جدا اللي فيهم مصالح متبادلة بين الجانبين، واللي الحوار اللي دار حول دور الاقتصاد في استهداف هذه المشاكل، وده مهم جدا لأنه الحقيقة في مجالات هائلة من العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية لم تفعل ولم يتم الاستفادة حتى الآن من قبل المنطقة العربية بالتجارة والاستثمارات. يعني حجم التجارة والاستثمارات بين المنطقة العربية والأوروبية أقل كثيرا مما ينبغي، وهناك مجالات واعدة جدا، لأن المنطقة العربية تعتبر بشكل عام هي غير مستغلة لكل مواردها الاقتصادية بالشكل الأكمل، وبالتالي ده بيفتح مجالات هائلة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد. يعني قد نذكر على سبيل المثال الثروة التعدينية في مصر هي غير مستغلة بالمرة، ولما احنا بنتكلم النهاردة عن ان استغلال الثروة التعدينية، ويمكن بالمناسبة ان شركة ايطالية هي اللي قامت بالدراسات الجدوى للمثلث الذهبي، مشروع المثلث الذهبي احد المشروعات الوعيدة جدا لاستغلال الثروة التعدينية، واللي بيربط الصعيد بمنطقة البحر الاحمر، وبالتالي بيدي افاق مهمة جدا. فلو انا هجذب استثمارات اوروبية للاستثمار في الثروة التعدينية المصرية، انا بطلع كل خامات الصناعة في مصر، وبالتالي دي ممكن تشجع استثمارات اخرى لاستغلال هذه الموارد في مصانع تبتدي تزود القيمة المضافة. فانا بضرب كذا عصفور بحجر، من ان انا بشغل عمالة، بان انا الاستثمارات في حد ذاتها، احنا عارفين الوضع الاقتصادي في دول الاتحاد الاوروبي ان هناك كساد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بيشكل مشكله كبيره بالنسبه للاتحاد الاوروبي، وبالتالي الحقيقه هناك مصالح كثيره جدا مشتركه بين الطرفين، ولكن بشرط ان يبقى في مجموعات بحثيه من الطرفين بتشتغل بشكل علمي عشان تترجم الرؤى والرغبات بتاعت الطرفين إلى خطط قابلة للتنفيذ. هو ده المحك اللي دائما احنا بيعول عليه في إمكانية ان انا اوصل لنتائج ملموسة على أرض الواقع من نتائج هذه القمة، اللي بكل الأبعاد هي قمة مهمة جدا، اهميتها في تفعيل النتائج اللي وصلنا لها منها، وهي متعددة الأبعاد زي ما ذكرت.
دكتور ابن الحماقي استاذ الاقتصاد، بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخله. اعود من جديد الى ضيفي الاستاذ ايهاب عمر، صحفي بجريده الاهرام. الحقيقه القارئ للكلمات، سواء كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمه دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبي، رؤساء لكيانات اوروبيه اخرى، ما افاد به كثير من القاده المشاركين في فعاليات هذه القمه، عبرت ربما في بعض منها عن ان التحديات اللي بيواجهها كل جانب سواء كان عربي او اوروبي ليها خصوصيه بقدر ما فيه كتير من القواسم المشتركه. ازاي فعلا ممكن هذه القمه من وجهه نظر حضرتك تكرس لصفحه جديده زي ما قال السيد توسك رئيس المجلس الاوروبي، وفي نفس الوقت تكون شراره اطلاق لعلاقات من نوع جديد لا يوضع فيها الاعتبار اي اختلافات او اي مؤاخذات او تحفظات جانب بيحملها على الجانب الاخر، لكن تبقى الاولويه هي مواجهه التطلعات والتحديات المشتركه بين الجانبين المصري او العربي والاوروبي؟ هو زي ما الدكتورة قالت ان الفترة الحالية في اوروبا في مشاكل اقتصادية مهمة، وفي حتى كمان الخلاف الجاري التاريخي ما بين التيار القومي الجديد والتيار النيوليبرالي القديم، وبالتالي على اثر هذه الخلافات اوروبا هي الاكثر احتياجا للعمل المشترك حاليا بين اوروبا وبين المنطقة العربية في الامور الاقتصادية. يعني للمرة الاولى منذ عامين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر السعودية في زيارة خارجية، وجوده كان مهم جدا للأمور الاقتصادية. أيضا الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت وملك البحرين أيضا كان حاضر، وبالتالي احنا برضو كان في على هامش هذه القمة يعني تفاعلات اقتصادية مهمة هيبان أثرها في الفترة المقبلة، لأن أوروبا هي الآن التي بحاجة أكثر مما العرب بحاجة إلى هذا العمل المشترك. البيان النهاردة الختامي والكلمات الختامية يوضح بشدة أن في إصرار من الجانب الأوروبي على أن يكون هذا الكلام مش مجرد ديباجات أو بيان بروتوكولي، ولكن في خطوات هتتخذ على أرض الواقع أكثر فعالية في الفترة المقبلة، خاصة أن احنا بقالنا بالفعل لقرابة العامين في خطوات حقيقية وملموسة بتحصل من الفترة اللي مصر فيها قدرت أنها تحافظ على حدودها البحرية ومبقاش في هجرة غير شرعية من انطلاقا من مصر إلى أوروبا. من هذه الفترة بدأت أوروبا تتلمس ان لا، لو في نجاحات في الناحيه العربيه يمكن ان نساعد ويمكن ان نقوم بالبناء على هذه النجاحات. فبالتالي مصر ليها ممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته في كثير من المنتديات الدوليه. مصر تتبنى معالجه شامله لمواجهه ظواهر من قبيل اللي حضرتك تفضلت بيه، على راسها الارهاب والهجره غير الشرعيه. صحيح. وكان في ايضا دعوه من قبل السيد الرئيس ان فعلا عالميا وعربيا واوروبيا يتبنى حضور هذه القمه، هذه المقاربه الشامله المشتركه في مواجهه ظواهر خطيره من هذه النوعيه. كيف يمكن البناء على دعوه السيد الرئيس في اطار فعاليات هذه القمه اللي تابعناها على مدار يومين؟ انا ارى ان هذه القمه العالميه لمكافحه الارهاب اللي هي كانت مطلب مصري يمكن من 30 سنه او من السبعينات الثمانينات، انا ارى انها اكثر يعني تحققا للواقع في الفتره المقبله عن اي وقت مضى، لان اوروبا اصبحت اكثر تفاهما، حتى الولايات المتحده الامريكيه الحاضر الغائب في القمه ايضا اكثر تفاهما في هذه الفتره لحتميه مواجهه البعبع الذي اخرجوه من القمقم ولم يستطيعوا اعادته مره اخرى. وبالتالي يعني على سبيل المثال الفترة الأخيرة شايفين أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا بيرفضوا عودة المقاتلين المجنسين الموجودين في التحركات الإرهابية في سوريا والعراق على سبيل المثال، وأيضا هناك حالات مماثلة في حروب اليمن وليبيا. فبالتالي هناك توجه عام في أوروبا وأمريكا حتى من الوقوف بشدة وحزم هذه الظاهرة، لأنها بعد أن كانت في بعض الأحيان تنفذ أجندات أمريكية وأوروبية وغربية عموما في المنطقة، أصبحت الآن تضرب في العمق في الأمن القومي داخل في اوروبا وامريكا. خلال الثلاث سنين اللي فاتت كان في عمليات ارهابيه في العواصم الاوروبيه، في برلين، في بروكسل، في باريس، في واشنطن، وبالتالي بقى دلوقتي في توجه عام اوروبي وامريكي الى ان يتم عقد هذا المؤتمر. النهارده بريطانيا اعلنت انها قامت بحظر بعض المنظمات الاسلاميه، وامريكا في الطريق، هناك تحرك في الكونجرس وان كان يواجه بعض المعارضه لحظر تنظيم الاخوان منذ عام 2017. وبالتالي الغرب اليوم تفهم
اتهم الرؤية المصرية بأهمية حظر هذه التنظيمات، ولكن إلى أي مدى؟ ومصر بتترجم هذه الرؤية بشكل كبير جدا من خلال استضافتها لهذه القمة العربية الأوروبية، اللي كتير الحقيقة بيعولوا عليها إن هي تكون نقطة انطلاق لصفحة جديدة بين العرب وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بالجزئية اللي بنخصها في هذا الاتصال بالاهتمام، هي مواجهة التحديات الأمنية. بينضم إلينا أستاذ سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للعربية الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك والضيف الكريم يا فندم، أهلا بيك. بالتأكيد الإرهاب والهجرة غير الشرعية وملفات أمنية عديدة ألقت بظلالها بشكل قوي جدا على فعاليات القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ. أبرز ما تتوقفون عنده، وإزاي ده ممكن فعلا يغير الواقع ويوجهنا نحو مستقبل أفضل في العلاقات بين العرب والأوروبيين في هذا المجال؟ يعني الطرف العربي لا شك ومعني بالمكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية. الطرف الأوروبي على الجانب الآخر مهتم بالهجرة غير الشرعية، باعتبار أن الدول العربية خاصة جنوب المتوسطي وسوريا يعني مصدر من مصادر الهجرة غير الشرعية والغير منظمة والغير منتظمة. القاسم المشتركة اللي هو الجانبين مهتمين بها الاقتصاد والتجارة وخلافه. بالنسبة للرئيس أوجز موضوع تحدي الإرهاب، فأنا في وجود رؤية ومقاربة شاملة اتفق عليها الجميع تعالج كافة عناصر التحدي الإرهاب، سواء كان البعد الفكري الأيديولوجي أو البعد التنموي، بالإضافة طبعا للبعد الأهم هو البعد الإجرامي اللي بيتم واجهته بعناصر الأمن وإنفاذ القانون. الرئيس في هذا المؤتمر وفي مؤتمر ميونخ وفي الاتحاد الأفريقي، يعني بتحليله ومتابعته لسيادته هو بيخاطب صناع القرار والشعوب وليس الحضور فقط، لأن الحضور يعلمون بالمناسبة، يعني ما فيش رئيس موجود لا يعلم حجم التحدي موجود ولا يعلم أن العالم يواجه تحدي. كما قال سيادة الرئيس لا يريد أن يظهر أن الصورة قاتمة لأنها قاتمة بالفعل، ولكنه يحاول شرح الظاهرة ويحاول في وضع نقاط للمواجهة والحقيقة، سواء في كلمة الافتتاحية في القمة أو الختامية أو في المداخلات، كان الرئيس واضح أن علينا جميعا أن نواجهه لأن الظاهرة عابرة للحدود. نضيف طبعا للتحديات القديمة تحدي الأمن السيبراني وما يتعلق باستخدام خاطئ لشبكة المعلومات الدولية والتواصل الاجتماعي، سواء في تجنيد مقاتلين إرهابيين أجانب أو إيواء مقاتلين أجانب أو نقل الفكر. أشار سيادته وأكد وأكثر من مرة على الدول سواء اللي بتأوي أو بتوفر الغطاء الإعلامي أو الأيديولوجي أو حتى ملاذات آمنة أو منصة للانطلاق للإرهابيين لتهديد دول. بشكرك جزيل الشكر أستاذ سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، وأعود إلى ضيف الكريم من جديد. أستاذ إيهاب، سؤال يعني مهم أن احنا أيضا يعني نطرحه. بالتأكيد عندما تستضيف مصر مثل هذه القمة هناك منفعة تعود على مصر، وهناك أيضا المنفعة الأكبر اللي يعني نأمل أن هي تؤتي بالثمار المرجوة، أن يحدث التقارب المشهود ومد جسور تواصل أكبر ترقى إلى تعاظم التحديات المواجهة حاليا بين العرب والأوروبيين. ما المطلوب إضافة إلى هذا الحدث المهم اللي ممكن يكمل منظومة العمل العربي الأوروبي المشترك لخدمة هذه الأهداف؟ هي القمة هينبثق عنها بالفعل لجان عمل مشتركة هتقوم بمتابعة البيان الختامي وما يستجد من قضايا على مدار الأربع سنوات لعقد القمة الأخرى هتكون في 2022، وبالتالي احنا اللجان المشتركه دي هي اللي هتتابع الامر، وهيتم رفع تقارير اولا باول لرئاسه القمه العربيه ورئاسه الاتحاد الاوروبي. فانا بؤكد ان المشهد اللي احنا شفناه النهارده المهم للغايه لمصر قبل ما يكون للعالم العربي، والمهم للغايه لمصر قبل ما يكون للعمل العربي الاوروبي المشترك، لن يكون مشهدا يعني اعلاميا فحسب، ولكن سوف ينتج عنه الكثير والكثير في فتره مقبله، لان زي ما قلت قبل كده انه بيتم البناء على عمل بالفعل مصري اوروبي
التجارة في العامين الأخيرين، وحتى تمثيل مصر في حلف الناتو وما إلى ذلك. كل هذه البنود اللي احنا تطرقنا إليها وأنتجت عمل مصري أوروبي مشترك، مصر قامت الآن بتوظيف هذا العمل العمل عربي أوروبي مشترك، بدأ من شرم الشيخ بالفعل خلال 48 ساعة الأخيرة. احنا لما نيجي نتذكر من 6 سنوات ال 28 دولة أوروبية اللي حضرت النهاردة، كان نصهم تقريبا غير معترف بالأحداث التي تجري في مصر. اليوم هم جاءوا بكبار زعمائهم، يعني هذا اعتراف وهذا إقرار وهذا يعني احترام لهذا الدور المصري في على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي فحسب. إن شاء الله المشهد العربي الأوروبي الفترة اللي جاية مش هيكون مشهد تقليدي، هيكون استثنائي بكل المقاييس. صحيح. وهذه الاستثنائية أكسبته في المقام الأول، هذه القمة الاستثنائية اللي تعتبر الأولى اللي تجمع العرب والأوروبيين على هذه الطاولة الواحدة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. ميرسي، أشكرك. نبقى معكم ووقفتنا الحوارية القادمة، وثيقة الصلة أيضا بالبعد الاجتماعي ودعم الأسرة المصرية كنواة أساسية للمجتمع المصري. فاصل ونواصل.